اتمنى يعني تتقبلون انتقادنا. يا الله. المسؤوليه مسؤوليه الفنيه داخل الملعب، مسؤوليه المدربين. صحيح. تطوير الاداء مسؤوليه المدربين. اليوم راضي على اداء الفريقين مع احترامي وتقديري للفريقين وجماهيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولا قناتكم الموقره. طبعا فريق الطلبه فريق كبير، فريق جماهيري حاليا بالمركز الثاني، لعبته في ملعب الشعب. ترى فريقنا فريق اغلب لاعبينه شباب، الحمد لله قدمنا مستوى في شيء بسيط يليق باسم إدارة الميناء وجمهور الميناء وكادر التدريب للميناء. لكن يعني تشوف الأداء اليوم أداء جيد؟ إذا تقيم لي جيد، متوسط، ضعيف؟ يعني جيد تقريبا، جيد نقول فوق الجيد، فوق الجيد يعني الحمد لله. أدوا لاعبين أغلبيتهم لاعبين شباب، عندنا استقطابات إن شاء الله بالمرحلة الثانية 4 محترفين، وإضافة إلى اللاعبين إن شاء الله. عددت جنسيات المحترفين؟ إيه إن شاء الله تقريبا يعني 4 محترفين، إضافة إلى لاعبين الميناء السابقين من ضمنها أبو كريشة، وإن شاء الله بالمرحلة الثانية بالتكاتف الجميع نوصل الميناء إلى بر الأمان إن شاء الله. طموحكم مع الميناء وطموح الإدارة والجماهير وين توصل؟ إن شاء الله نوصل لنادي الميناء إلى منطقة دافئة إن شاء الله. يعني كمركز عاشر؟ يعني إن شاء الله، بركة دعائك. والله مو طموح الميناء، الميناء نادي عريق، نادي كبير، يعني مع احترام للميناء، العفو للطلبة، أنا أتحدث عن الميناء، نادي من أبرز الأندية المحافظاتية اللي تتنافس على اللقب، مو طموحه أنه يصير عادي. لازم المربع، نادي الميناء نادي كبير، نادي عريق، يعني يمتلك قاعدة كبيرة، قاعدة جماهيرية بكل شيء كبير، بجمهوره، بإدارته، بلاعبينه، بكادر تدريبي. إن شاء الله إن شاء الله إحنا نقول هالموسم نوصله إلى بر الأمان، والمواسم السابقة إن شاء الله على المربع.